وجود وفد كبير من رجال الأعمال الأردنيين على الأراضي السورية العزيزة هو رسالة واضحة أن العلاقة لن تتأثر في أي حدث كان، ويجب أن تبقى هذه العلاقة علاقة مميزة، ويجب أن نبني جسور جديدة مبنية على الثقة وعلى التشاركية وعلى تعزيز العلاقة الأردنية السورية. هالبادرة هي والزيارة هي بعتقد يتزهل كل العقبات اللي كانت تعترض عملية التبادل، سواء من ناحية نوعية السلع، سواء من ناحية الخدم، من ناحية السفر والتنقل، تنقل البضائع، انتقال البضائع دون تغيير سيارتها. نحن شاهدنا خلال الست شهور الأخيرة زيارات مرتقبة دائما كانت تكون ما بين الجانب الأردني والجانب السوري على المستوى الحكومي وعلى مستوى القطاع الخاص. من خلال هالزيارات صار بعض الاتفاقات بين الحكومتين، ومشكورة حكومتنا قدمت تذليل لكثير عقبات كانت بوجه الصادرات السورية. اليوم ازداد رقم الصادرات باتجاه دول الخليج والأردن. التآخي اللي صار ما بين القطاع الخاص بهالمرحلة كان له وقع وأثر إيجابي جيد على الصادرات السورية. اليوم أخوتنا من الجانب الأردني بالقطاع الخاص أقاموا معرض لبعض المنتجات الأردنية تعتنى بموضوع البناء، شركات المتخصصة بالبناء، وهذا رسالة واضحة رغبتهم بالمشاركة في إعادة البناء في سوريا. خطوة يعني قوية جدا بالنسبة لزيادة التعاون بين البلدين وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وسيكون لنا زيارة أيضا لنا ومعرض صنع في سوريا في الأردن. طبعا هذا سيزيد من وتيرة العمل والارتقاء بالعمل الاقتصادي ليواكب الحركة السياسية بين البلدين. اليوم الوفد الأردني بدنا نحاول نتناقش معهم حول إمكانية فتح الخطوط التعاون خاصة بمجال النقل البري، لأنهم بوابة لسوريا دوما عبر إلى الخليج والدول الأخرى. أي اليوم فعالية بتكون بسوريا أو بالأردن هي فعالية دليل حالة صحية اليوم للاقتصاد السوري، والحمد لله نحن اليوم عاملين هلأ في معرض العراق قائم وناجح جدا، وإن شاء الله هذا المعرض هون كمان الأردني بينجح، ونحن رايحين على الأردن قريبا جدا كمان ورايحين على ليبيا. المنفذ العقبة والطريق البري عن طريق الأردن سوف يوفر وينعكس بشكل إيجابي على المستهلك السوري، مما يعني يكون هناك أثر إيجابي، ونحن مستعدين لتقديم كافة التسهيلات. الحكومة الأردنية مقدمة كل التسهيلات لانسياب البضائع بأسرع وقت وبأقل الكلف إلى سوريا. سوريا يعني بلد أول شيء في البنية التحتية موجودة، في كثير من المنتجات السورية بتهم المنطقة الشمالية والأردن بالذات بشكل عام، فلذلك احنا بنحاول قدر المستطاع انه تكون العلاقات مع الشقيقة سوريا ممتازة.